عندي اول حاجه ربع كيلو من اللحمه المفرومه وتكون ملبسه، تكون فيها نسبه من الدهون. عندي فلفل اخضر مفروم، بصل مفروم قطع صغيره، طماطم مفرومه قطع صغيره، وعندنا شويه من البهارات الحواوشي. عندنا فلفل اخضر حامي طبعا عشان يبقى ايه محبشينه كده حلو، وعندنا شويه الملح والفلفل. يلا شوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. هيا بينا نلعب. اول حاجه عندنا اللحمه المفرومه، نحطها هنا. بعد كده عندنا البصل المبشور، بصل حلو، بصل في الحواوشي يعني هو ده الشغل اصلا. طماطم بقطعها قطع صغيره زي ما انت شايفه كده ماشي. بعد كده عندنا فلفل اخضر رومي برضو مقطعينه فرمينه فرمه ناعمه. فلفل حامي اكيد طبعا مش هستخدم كل ده، ده كده ايه ده كده انتحار بس كده، يديني التحبيشه الحلوه والباقي نستخدمه في حاجات تانية. عندنا شويه كزبره خضراء نضيفهم، شويه من البهارات الحواوشي، نقوم واخد عندي الملح والفلفل. خلطه الحواوشي دي احلى حاجه تسيبيها في التلاجة شويه، يعني ما تاخدهاش وتشتغلي بقى على طول، سيبيها في التلاجة شويه وبعد كده طلعيها وابداي احشيها واشتغلي منها، ده افضل حاجه. هسمغ بقى كل ده مع بعضه. كده شايفين اللحمه المفرومه وتكون ملبسه، كل ما تكون ملبسه كل ما تكون افضل. فعمره ما يطلع معاكي بعد الحاجات اللي احنا حطيناها الخضره ديت، عمره ما يطلع معاكي ناشف. يعني بص اصلا عامل ازاي، المنظر بتاعه عامل ازاي، عمره ما يطلع معاكي ناشف لان هو مش كفته. الحواوشي مختلف خالص عن الكفته. فالحاجات اللي انا حاططها له ديت البصل ما بعصروش، يعني هو يا دوب فرمه فرمه ناعمه قوي يعني، او لو عايز تبشريه على البشره الخشنه بتاعه المبشره مفيش مشكله. فبالتالي بص الحواوشي هيطلع معاكي بجد ما فيهوش اي حاجه تخليه يطلع معاكي ناشف، هيطلع معاكي طري وحلو جدا. انا بقول لك بقى ايه، سيبي الخلطه دي شويه في التلاجة وبعد كده طلعيها وابداي اشتغلي منها. تعالوا بقى ناخد ايه ونعمله كويرات. اهو لكل لقمه كده نعمل لها حوالي بتاعي 100 جرام ولا حاجه. تمام. طماطم مفرومه على الربع كيلو بحط بصلتين اتنين حلوين، فلفل اخضر رومي، فلفل حامي، ملح وفلفل وايه شويه من البهارات وشويه كزبره خضراء بس. الموضوع سهل جدا. نزود دي هنا عشان عايز ايه، احنا كام رغيف كده يا عم جيمي؟ 1 2 3 4 5، ممكن نخليه 6. ها 6 رغيفة حواوشي اهم. ده اللحمه دي مش ربع كيلو يا شباب، دي اللحمه ديت 350 جرام بس عشان ابقى دقيق والله في الكلام، 350 400 جرام، لان ربع كيلو مش هتجيبي الكميه دي. يلا كده زي الفل يا باشا. بعد ما قسمناهم كده نقوم ايه حاطينهم كده جانبا، وتعالوا بقى نبدا نعمل. عندنا اول حاجه هجيب عندي العيش اللي احنا هنقول لك عليه ازاي بنقدر ان احنا نعمله. انا عايز اخلي الجرابز عشان هنستخدمه تاني. ادي العيش اللي احنا عاملينه ومريحينه. نبدا نجيب كده، بس طبعا انا مغطيه طبعا عشان الرطوبه بتاعت الجو. هنجيب شويه دقيق صغيرين نحطهم هنا، ومش كتير عشان الدقيق ده ما يفصلش مني. العجينه ديت معموله بزيت زيتون وملح وسكر وميه وخميره، خميره قليله جدا. حواوشي الطاسه بياخد خميره قليله جدا مش خميره كتير.
وفي ناس بتحط بيكنج باودر، وفي ناس ما بتحطش اصلا خميره خالص، بس انا بحط الخميره بصراحه عشان ما يبقاش مكتوم مني. اعمل اول واحده كده ونقوم حاطينها كده. الرغيف هياخد لقمتين اتنين. هنا اللحمه المفروض حطيناها في النص اهيت، وميه حطينا ميه هنا على الحروف ماشي. تقومي واخده الجزء التاني ده، تقومي حطها هنا كده ماشي. صدقيني والله استحلمها مش هتاخد وقت العجينه معاكي اهو كده. وبعد كده بصي تقفلي التقفيله اللي حضرتك كده شايفاها اهو بايديكي كده ماشي. انا بقول لك اهو الحواوشي في الفرن بيبقى بينشف، وبينشف من ستات كتير قوي. اعمليها في طاسه يعني. طب هتقولي لي هو هيستوي اللحمه تستوي؟ اه طبعا، ما هو يعني اصلا مش حاطط كميه لحمه كتير يعني. الكلام ده انا بحطه في الفرن لو انا مثلا جايب العيش بقى، لو انا مشتغله صح في حته اللي انا بجيب العيش نص تسويه، العيش البلدي، وبحط كميه كبيره من اللحمه، فعايز اللحمه تستوي، فبضطر ان انا احط فين؟ في الفرن. لكن انا اللحمه انا حاطط سمك قليل، فما تخافيش من حاجه. نقوم قلبين ده الباشا ده كده ماشي. اقوم جايب عندي مشرط زي ده كده يا جيمي، ونقوم ايه عاملين كده اهو كده وكده ماشي اهو، او بسكينه عادي يعني. بص بقى تقومي عامله دي كده، وبعد كده تقومي دايسه عليها كده تاني بس كده. شكرا. اه نكتب اسمك يا باشا وكل حاجه اللي انت عايزه. عم جيمي ايه ده يا باشا؟ ده ايه ده؟ مين اللي جاب دي هنا؟ ايه يا جماعه؟ مهرجان تصد. ما في اربعه هم يا جيمي. ربنا يخليهم ليا. الحرارة ما تبقاش عالية، حاطط سنة زيت زيتون بسيطة ماشي، عشان هو ده اللي بيبوظ الدنيا بقى، إن الحرارة بتبقى عالية بتاعة الطاسة، وتيجي تحط الحاجة تلاقيها استوت واللحمة ما استوتش معاكي. نقوم واخدينها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هوب يا باشا، يا عيني اللحمة مفرومة، نوزعها كده ماشي. الأطراف دي بقوم جايب فرشة فيها مية، نقوم حاطين اهو كده. ما تيجي نشوف اللي على النار ده يا جيميو، ايه الاخبار؟ جاهز؟ خش عليا اهو. اوعى وشك، ده شغل عالي يا باشا. شايف بقى؟ هي النار، النار تكون هاديه، ما تبقاش نار عاليه. النار لو عاليه، شفتي بقى الفتحات اللي انا عملتها بالمشرط دي عشان اسوي اللحمه اكتر يعني. الفكره بتديها شكل، وفي نفس الوقت تيجي تسوي اللحمه اكتر واكتر، اللحمه اضمن اللي هي تبقى مستويه 100% اللي جوه. اقفل كده اهو، اتاكد ان اللقمه عندي قفلت تماما. الغدا النهارده ده جميل، وهنعمل لكم العجينه ان شاء الله، وهروق لكم المسائل، وهنقدمها مع بطاطس وكده، وهنروق الكلام ده. فين القطر اللي كان هنا اهو؟ تعالوا بقى ايه، دوس عليه كده اهو. يلا بينا شويه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا ايه نسوي. اه انا بس بص يعني، انا هنا مثلا البوتاجاز عندي بيجيب 9، الزر الواحد عندي 9، انا بعمله على 6، فاهمه ازاي؟ ايه الاخبار هنا؟ يطلع لقمه حواوشي محترمه ان شاء الله. يلا عملنا رغيفين حواوشي كده باللحمه، سخنا بيهم الحلقه وبدانا بيهم. لحمه مفرومه جبناها، طماطم مفرومه، بصل مبشور، ملح وفلفل وبهارات حواوشي، وفلفل اخضر رومي، وفلفل حامي. خدنا الكلام ده كله مع بعض وعملنا بيه العجينه. العجينه دي اللي هنشوفها ان شاء الله. خلاص اهوت ده استوى خلاص معانا،
سيبه بس ايه ياخد شمع اكتر. ده ايه الاخبار؟ اقلب ماشي. ده مش هنشتغل فيه ده بقى. الطاسه ديت لا دي مش هينفع نشتغل فيها خالص. لا ما احنا دي مش هينفع خالص نشتغل فيها. هنشتغل في الطاسات يعني. اني مش عارف اقلب. عادي مش مشكله. ينفع جبن لو عايز ما تحط مثلا جبنه ولا حاجه فيها، ممكن تشتغلوا جبنه في الحشو نفسه يعني، تحط في النص وبعد كده تقفل عليها. تعالى نعمل عندنا السجق بقى. السجق السجق بسم الله الرحمن الرحيم. نفرم يا باشا. نحط معاه ايه؟ بصلايه كده عشان كل ده يتحط فين؟ انا هفرمه في الكبه. حلو الكلام؟ فحواشي السجق ده عشق يعني. طماطم. مع السجق فلفل اخضر رومي. ده اللي عامل مسائل. فلفل حامي. يا عيني على الدلع. فصين اتنين توم مفرومين. وبعد كده بقوم واخد عندي الملح. قد الملح اهو. وعندنا شويه الفلفل الاسمر. بس سجق جميل بلدي حلو. ده كده استوت تماما خلاص. هنا ايه الاخبار؟ اهم حاجه طول ما هو شغال بنديله ايه سنه بسيطه من الزبده او الزيت يعني من فوق كده عليه عشان يبقى معايا مظبوط ان شاء الله وزي الفل. خلينا نحطها هنا. طيب اخد بقى الحاجه دي في الكبه. السجق البصل طماطم فلفل اخضر شويه الملح فلفل ثوم كل الحاجات الجميله ديت والبهاريز اللي واقعه ديت نحطها هنا تاني ونقوم حاطين وشغل. جامد. اخر حاجه ده بقى حواوشي السجق كله اتفرم مع بعضه. فاهم ازاي؟ خلاص كده بقى تمام تمام. نقوم واخدينه ونهور فين حاطينه برده في الحشو. نعمل نفس الحشوات اللي عملناها وممكن نغير في الشكل بتاع الحاجه نفسها. الله 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 الله. عيني عيني عيني. يفتح النفس. واخد اللون الذهبي اللي قدام حضراتكم اهوت. سيبه بقى على نار هاديه خالص لحد ما يبدا اللي هو. خليه دلوقتي يعني مش هحتاجه دلوقتي، ممكن السيجمنت اللي جاي. انا هديت النار بقى جيم بقى على كله يعني. خلاص اهدي كده انزل درجتين كله. انزل درجتين بس عشان اضمن مليون في المية ان اللحمة تكون استوت معايا. وزي ما انت شايفين اللون اهوت الجميل ذهبي الشياكة يطلع معاك زي الفل. عشان السجق ده هنروشه بقى. بص شوية جبنة كده في النص اهو. شوية جبنة شيدر كده من النص من هنا كده. نقوم عاملينه كده ومظبطينه. وبعد كده نقوم واخد عندي حتة تانية لازم تضغطها كويس بقى عشان الجبنه ما تطلعش بره. بس ده جامد جدا ده. بس شكرا كده اهو. اهم حاجه
اهم حاجه نقوم واخدين كده ميه نقوم حاطينها على الحروف كده كويس. بسم الله. ده وصايه، ده مش هنشرطه، ده خلاص. ده بص هقوم عامله كده على طول، وفين على الطاسه كده. حلو، بعد ما سكناه لازم العجينه تكون مفتوحه وحلوه كده، ما تبقاش عجينه مقفوله، يعني واخده كفايتها من الميه وزيت الزيتون فيها. زيت الزيتون ده هو اللي بيخلي العجينه تبقى طريه معاكي، عمره ما يطلع معاكي ناشف ابدا. لو عملتيه بنفس الخطوات ديت مستحيل يطلع معاكي ناشف، لان زيت الزيتون اصلا في العجينه بيخلي العجينه طريه جدا. كده اهو، اضغط كده واقلب الناحيه التانيه. هوب، شغل عالي. ده براحتك، زيت زيتون اخف وبيطلع الحاجه زي ما قلت لك اطرى. نشيل دي كده اهو بالراحه خالص من غير ما نشرط ولا حاجه. هوب، مش ما تشرطيش عشان الحاجه ما تبوش منك، لان انت لو ما عملتها صح هتلاقي. فخليه مقفول بس اقفليه كويس، اهم حاجه فاهمه. النار ما تبقاش عاليه. نبدا نسوي على الجنبين الاثنين. تعالى نعمل واحد سجق كمان بس، ده شويه دقيق عشان ايه، هنبدا نعلق على الفراخ. ايه بقى اللي بيفرق العجينه بتاعت الحواوشي ديت؟ اللي هي بتاخد خميره قليله جدا، بديها خميره قليله جدا، يعني معلقه صغيره على النص كيلو من الدقيق بس. هننزلها لكم ان شاء الله واوريها لكم. اللعب كله بيبقى في زيت الزيتون اللي انا بشتغل بيه العجينه ديت، هو ده اللي بيخلي العجينه دي في حته تانية خالص. هتاكلي لقمه طريه، لقمه حلوه طعمها حلو. الحاجات على البوتاجاز خلاص استوت كلها، بس هي الفكره انا سايبها بقى عشان اتاكد التسويه، فمهدي عليها النار. لا خلينا هنا بقى ايه، نجيب ميه زي ما حضراتكم كده شايفين، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الصدق. اوعى اوعى الباشا اسطندراني الصدق. بس كده نقفل من الجنب كويس قوي اهو، وبعد كده الاثنين دول على بعض كده عشان اضمن مفيش اي حاجه تقع من الحشو خالص. نلفين كده مزيكا، والله مزيكا الحواوشي. وتقدري على فكره تحطيه على الشوايه، والله تخيلي بقى ينفع يتحط على الشوايه جدا. لو عندك شبكه حلوه كده تحطيه في على الشبكه وتشويه عادي جدا. نعيد اصلا، العيش مجرد ما بيشم النار هتلاقيه نشف معاكي ومسك على الشوايه وتمام التمام. بس هو افضل حاجه له الجريل زي ما قلت لك، او الطاسه اللي احنا شغالين فيها. ايه الاخبار هنا؟ طالما ما اتحركش معايا كده، يعني انا بعمل دي كده، طالما ما اتحركش معايا اعرف ان هي لسه ما استواش، لسه عجينه من تحت اهو شايفه زي ما قلت لك كده. ده كده يا باشا، شكرا. طلع خش عليا خش عليا خش عليا اهو، اول انتاجنا بالصلاه على النبي. شويه زيت هنا عشان نسوي السجق اللي هو الساده، مهرجان النهارده الحواوشي الطاسه. ولو احنا جينا بصينا هنا يا عم جيمي، بصينا هنا على الحواوشي اللي احنا طلعناه اهو، بص يا باشا على الطراوه بقى اللي موجوده فيه. الصلاه على النبي اهو،
بس يا باشا استوى. لا والله كل حاجه مستويه، اللحمه مستويه وكل حاجه تمام التمام، والعيش يا باشا تمام التمام. الله 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 الله. اللقمه بص طريقه اصلا كمان ازاي الطريقه اللي فيها هنعمله بقى، ونكمل بقى التفاصيل ديت ايه بعد ما نعمل الفراخ. هلا بس على الحشوه بتاعت الفراخ الاول، في نفس الكبه اللي فيها سجق. يعني بنفس الفرخه الفراخ هنحطها مع اللحمه لو في بواقي لحمه طبعا. اللي يسمع عن الدونر، الدونر ده بيتعمل بفراخ وبيتعمل بلحمه ضاني. الدونر الانجليزي ده معروف قوي وحاجه جامده جدا زي الشاورما. يعني هو الفكره الدونر ده هو صعب اللي هو يتعمل، لان هو محتاج سيخ شاورما ومحتاج مكنه معينه عشان تعمل ميكس ما بين الخليط، بيبقى 75% فراخ 25% لحم ضاني، الاثنين بيتفرموا بيتحطوا مع بعض، بيتحط في قلاب كده، وبعد كده بيتحط لهم بهارات معينه، بيتكبسوا في سيخ شاورما كبير، وبعد كده بيبداوا بمكنه كده يبداوا يطلعوا منها. انا مش عايز اقول لك انا دقته مش طبيعي، حلو قوي بجد، كان طعمه جميل قوي. ولكن هو صعب اللي هو تعمل الدونر، فانا عشان كده بقول لك اللي فتح الموضوع اللي كان فيه لحمه هنا، يعني كان فيه ايه؟ كان فيه لحمه هنا سجق، فانا هاخد معاها الفراخ ديت يا باشا نقوم حاطينها. انا ما اعرفش في اماكن في مصر دلوقتي بتعمل دونر ولا لا، بصراحه مش عارف، بس اعتقد ما مش موجوده، مش هارس انا الموضوع ده. يلا فلفل اخضر، فلفل اصفر برضو اتحط معاهم، فلفل احمر رومي، شريحه كده من كل حاجه، شويه كزبره خضراء، ناخد البشوات دول حاطينهم هنا، بصلايه، شويه بهارات حواوشي برضو معاهم، بعد كده الملح، واخر حاجه خالص شويه الفلفل. دي كده حشوه الايه؟ الفراخ اللي احنا هنعملها ان شاء الله للحواوشي الطاسه. اقوم قافل لسه ما جاتش كده، نقوم ايه ظابطينها. تمام، تعالى نبص هنا بقى على الحوش كده. انا خلاص الفراخ كده تمام جاهزه معايا، شفت لما اتحرك ازاي؟ يبقى كده ايه استوى، هوب اقلب. الله عليك، ماشي. الله 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 على الالوان، هو ده الشغل، هو ده الشغل يا عم جيمي. انا عايز افضل الحاجه دي تطلع كده، بصي الحركه دي حلوه قوي كده، حط التلات يعني بتحط الحواوشي اللي استوى فوق بعضه في نفس الطاسه، ده يخلي الحاجه هضمن ان هي تستوى اكتر واللقمه تطلع اطرى واطرى. الطاسات يا باشا ما بياخدش وقت معايا، بيطلع مسكر وطعمه حلو جدا، وعجينه بتتعمل هشرح لكم العجينه بتعمل ازاي. هي زي ما قلت لك معلقه صغيره من الخميره، شويه سكر، وبعد كده ميه، وبعد كده بنحط عندنا نص كيلو من الدقيق، بعجن بزيت زيتون 3 معالق كبار من زيت الزيتون وشويه ميه، بنعجن عجينه العاديه دي العاديه جدا، وبعد كده نبدا ان احنا نقسمها كويرات بالشكل ده اهي اهي، بتبقى كور كده بالشكل ده، ونبدا ناخد كل واحده نحطها كده، نفرد اول واحده كل رغيف
بياخد لقمتين اتنين من العجينه. ما شاء الله رغيف قد شخص يعني. عملنا حشوه اللحمه المفرومه الاول، وبعد كده عملنا السجق، وبعد كده عملنا الفراخ. ميه يا سعاده الباشا اهو على الحروف الاول. بجيب عندي معلقه شوكه، خش عندي على الفراخه اهي، نوزعها كويس قوي. عايزه تحط حشو بقى جبنه، حط الحشو الجبنه الاول واقفلي عليها الفراخ، وبعد كده ابداي حطيها ووزعيها. النار ما تبقاش عاليه، تفضل على النار حوالي بتاعي 10 دقايق كده ولا حاجه، عشان اضمن الحاجه تطلع مستويه وزي الفل. ايه الاخبار هنا؟ وماله؟ ده يا باشا ده احلى حاجه. ده هو ده الحلوه دي يا عم محمد. اقفل بقى العجينه ديت كويس قوي. الطاسه تكون محققه درجه الحراره بتاعتها، النار ما تبقاش عاليه. انا مثلا ده لقيته مثلا حاجه بسيطه كده، ممكن هديه 6 كده ولا حاجه. افضل حاجه هي الجريل، افضل حاجه الجريل. عندي لو عندي الجريل بتاع الشوايه ديت تشتغل على الحواوشي ديت تبقى 100 100. هي دي الحاجه هي عملناها. زيت زيتون هنا، مش صغيرين اهو، بنقوم واخدين الباشا ده حاطينه هنا. وكده ابدا الايه الفراخ. محتاجين بقى شويه سلطه طحينه كده يروقوا المسائل علينا. فبعمل ايه بقى؟ بص بقى، سلطه الطحينه ديت انا بعملها ايه قصايه. بحط عندي جبنه كريمي على الطحينه، جبنه كريمي ساده على الطحينه، بس احط الميه الاول شويه ميه، ومش شرط على فكره الميه تكون دافيه يا جماعه خالص، ميه عاديه جدا من الفلتر بتطلعيها تظبط القوام بتاعها الاول قبل ما نضيف اي حاجه. بصي ميه عاديه خالص تطلع معاكي كريمي وزي الفل. شوية مية كمان، ايه الأخبار هنا يا سعادة الباشا؟ نحط شوية زيت هنا. نرجع هنا بقى لسلطه الطحينه تاني، جبنه كريمي ساده، ونبدا نحطها هنا برضو على الطحينه. شويه كمون صغيرين، وبعد كده بقوم حاطط عندي ملح، هادي الملح، شويه بابريكا صغيرين. عندي بقى حاجه حلوه جدا هنا بقى بعملها، اللي انا بقوم واخد عندي شويه شبت مفرومين على سلطة الطحينة. حلو. وتوم مش بودر ولا توم عادي، توم مشوي. توم المشوي ده قصة تانية خالص. اخد شوية كده حلوين اهم، تلات اربع فصوص كده توم، خلي طعمه حلو قوي. نقوم حاطينه هنا مع الطحينة، هم مقلب. اتفرج على شوية بقى طحينة، شغل مطاعم اهو. والجبنه الكريمي بتخلي القوام بتاعها كريمي فعلا، شايفه اهو القوام بتاعها الكريمي الجميل اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم.